ختان الإناث. ماذا يمكن أن تفعل سارة إذا واجهتها مشاكل؟ هذا الكتيب يشرح المشاكل التي تعقب ختان الإناث وماذا يمكنك أن تفعلي لتحسين حالتك. سارة وأطفالها. غادرت سارة بلادها منذ وقت طويل. سارة وأطفالها يعيشون حاليا في هولندا. تبلغ سارة 45 عاما ولديها 4 أطفال. سارة سعيدة بأنها تعيش في هولندا. في بعض الأحيان تفكر سارة كثيرا، رأسها مزدحم بالأفكار، وأحيانا يصيبها الحزن والغضب. ولا تدري سارة سببا لحزنها وغضبها. تعرضت سارة للختان. في البلد الذي جاءت منه سارة كانت كل الفتيات يتعرضن للختان في الماضي، ولا زال الختان مستمرا في البلد الذي جاءت منه سارة. وختان الإناث يعني بتر، غاطع أو طعن الأجزاء التناسلية للفتاة. وفي بعض الأحيان يتم إغلاق فرج الفتاة كاملا عن طريق الخياطة. يتوجب على كل الأسر أن تخضع بناتها للختان، وسارة مختونة أيضا. تعاني سارة من مشاكل. تعاني سارة من مشاكل بسبب الختان. لديها مشاكل جسمانية. تعاني سارة من آلام في بطنها وآلام عند التبول، وتؤرقها مشاكل. تشعر سارة دائما أنها وحيدة، أنها لا تنوم جيدا وتفكر كثيرا، لذلك تكون مثقلة بالهموم. سارة تتحدث مع صديقتها وتجد سارة بالتحدث عن مشاكلها. إنها تخجل من طلب المساعدة، وتخشى سارة أن ينظر إليها باعتبارها ضعيفة، ولكنها قوية بالفعل. يعتبر التحدث عن المشاكل الخاصة أمرا جيدا في هولندا. تتحدث سارة عن الختان مع صديقتها. تذهب سارة مع صديقتها لزيارة طبيب الأسرة. تتحدث سارة مع طبيب الأسرة. تتحدث سارة مع طبيب الأسرة عن مشاكلها الجسدية، وتتحدث كذلك عن ما يشغل بالها. يستطيع طبيب الأسرة مساعدة سارة، وتسأل سارة أيضا عن ما يمكنها أن تفعل. يستطيع طبيب الأسرة مساعدتك أيضا. يستطيع طبيب الأسرة مساعدتك على فهم المشاكل التي تشغل بالك. لا يسمح لطبيب الأسرة التحدث عن مشاكلك مع أي شخص آخر غيرك. إذا أراد طبيب الأسرة
التحدث مع آخرين عن مشاكلك فيجب عليه أخذ الإذن منك أولا. يجب على طبيب الأسرة إعطائك رسالة تحويل للأخصائي. يستطيع طبيب الأسرة إعطائك رسالة للأخصائي. تدعى هذه الرسالة رسالة تحويل. تحتسي سارة القهوة مع جارتها. طبيب الأسرة أيضا يقول أن سارة يمكن أن تفعل أشياء كثيرة. يمكنها فعل هذه الأشياء لتخفيف ما يشغل بالها. ربما يمكنها أن تشرب القهوة مع جيرانها، أو يمكنها أن تفعل شيئا لطيفا مع الأطفال، أو يمكنها أن تتعلم شيئا جديدا مثل أن تتعلم اللغة الهولندية أو أن تتعلم مهارات الكمبيوتر. هذه الأنشطة تساعدها على ملء وقتها والشعور بهموم وغلق أقل. تستمع سارة للموسيقى الجميلة. سارة تضع خطة لنفسها كل يوم. تخطط ماذا تفعل وأي ساعة ستفعل ذلك. في الساعة 7 تعد سارة الإفطار لأطفالها. في 11 تقوم سارة بنشاط تحبه. ربما تقرأ أو تستمع للموسيقى أو تصلي. في 3 تحضر سارة أطفالها من المدرسة. في 4 تحضر سارة أطفالها من المدرسة. في 5 سارة تطبخ. سارة وأطفالها يأكلون الخضار، الفاكهة، اللحم، وأحيانا يتناولون السمك. في 7 تعد سارة أطفالها للذهاب للنوم. هذه الخطة اليومية تساعد سارة أنها تشعر ببعض التحسن. تذهب سارة مع صديقتها للسوق. تطلب سارة من صديقتها قضاء بعض الوقت معا. ربما تستطيعان الذهاب للسوق مشيا على الأقدام، أو لحوض السباحة، التسوق، أو الطبخ معا. سارة وصديقتها تشربان القهوة سويا في منزل سارة أو عند صديقتها. تتحدث سارة مع أشخاص أكثر كل يوم، وترى أنها لم تعد وحيدة. تشعر بعض النساء بالارتياح في الصلاة سويا. يذهبن للكنيسة أو المسجد. في الكنيسة أو المسجد يمكنك أن تجد أشخاصا يعانون من نفس مشاكلك. الكثير مما تفعله لوحدك يمكنك أن تفعله مع أشخاص آخرين. سارة تشعر بتحسن. تقوم سارة بأنشطة كثيرة وتملأ يومها جيدا.
لذلك أصبحت سارة أغلى غلغا وهما. وكذلك ترى سارة التحدث مع الآخرين أمرا ممتعا. بالتواصل مع الآخرين تفعل سارة أشياء أخرى كثيرة، لذلك تشعر سارة بأنها أفضل حالا. لم تعد سارة تشعر بالوحدة، الحزن أو الغضب كما في السابق.